ننتقل إلى الشأن الليبي، حيث أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بيان لها عن إطلاق عمليات عسكرية في الجنوب الليبي لملاحقة من وصفتهم بالإرهابيين التكفيريين. وذكر البيان أن قيادة قوات حفتر أصدرت تعليمات لوحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. إلى الجنوب تعود تحركات حفتر من جديد. الشعار المرفوع هو تعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة. ذلك ما قيل في بيان لمكتب الناطق باسم حفتر. وفي طرابلس لا ردود فعل على ما يحدث حتى الآن. تحركات حفتر المنفردة بعيدا عن الحكومة الليبية الجديدة والمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تشي ضمنيا بعدم اعترافه بهما رغم إقراره الشفهي بخلاف ذلك سابقا. تحركات حفتر تزيد من الانقسام في المؤسسة العسكرية، وفي ظل صمت طرابلس عنها فإنها بحسب مراقبين تأتي للسيطرة على الدوائر الانتخابية في الجنوب لضمان حصول حفتر على أصوات الانتخابات القادمة. هذه العملية هي لسيطرة على الدوائر الانتخابية في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى قمع أي صوت ممكن أن يطلع في المنطقة الجنوبية، خاصة الأصوات اللي ممكن تترشح لانتخابات البرلمان المقبلة. ويتخوف البعض من أن هذه التحركات ربما لا تهدف لكسب الأصوات في الانتخابات القادمة أو كسب ولاءات قبلية هناك، بل للانطلاق باتجاه المنطقة الغربية من جديد لتعيد المشهد إلى مربعه الأول. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس. من طرابلس ينضم إلينا الكاتب السياسي محمود إسماعيل. تحياتي أستاذ محمود. أهلاً وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا. قرأ البعض في تحرك حفتر نحو الجنوب تحت شعار يعني القضاء على المرتزقة وإلقاء القبض عليهم الذي يأتي قبل أيام من برلين اثنان، بأنه محاولة من حفتر للتخلص ممن جلبهم أساسا للجنوب. هل هذه واحدة من القراءات؟ ما هي قراءتك؟ أجزم بأن حفتر يسعى جاهدا من أجل العمل على إعادة تقديم ذاته أمام المجتمعين المحلي والدولي بعد أن خسر خسائر فادحة، فقد هزم فضيحته في الهزيمة حول طرابلس ومحيطها والمقابر الجماعية وتأليف المجتمع الدولي وخروجه من المشهد السياسي، يحاول قبل وجود مؤتمر أو قبل بدء مؤتمر برلين الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام بسيطة، فهو في 23 على وعلى مؤتمر جنيف الذي ينعقد بعده اعتبارا من يوم 27 لمدة 4 أيام، أي نحن نتكلم على أن هناك متغيرات دولية ذات أهمية. مؤتمر جنيف الثاني الذي يعقد من أجل المضي في عملية سياسية مودنة بانتخابات في 24 من ديسمبر، مؤتمر جنيف مجموعة 75 من أجل قاعدة دستورية منظمة لعملية انتقال سلس للسلطة ووجود أيضا قواعد انتخابية ثابتة. من أجل ذلك حفتر يحاول قدر الإمكان إفساد العملية السياسية من زاوية والإعلان على وجوده بعد أن كان ميتا سريريا من زاوية ثانية، وأيضا هناك أيضا دليل على أنه يسعى من أجل فقط إفساد هذه العملية إن لم يكن موجودا فيها أو لعله مسيطرا عليها. فالعملية السياسية تكمن في وجود هدوء واستقرار ولا يكون هناك مدعاة إلى القول بغير ذلك. الجمهور طيب منذ مدة طويلة وهو يروح على أنه قد سيطر عليه. أستاذ محمود، عن إعلان وجود حفتر تقريبا قبل كل حدث دولي متعلق بليبيا أو كل يعني مفترق طرق يقوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعمل ما ربما للفت النظر ويعني إثبات أنه موجود، هل يعني سيستطيع، هل سيكون له جزء في المرحلة القادمة، خاصة عند الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية وأيضا ما تردد على أنه قوات حفتر هي التي ستهيمن على هذه المؤسسة العسكرية في قادم الأيام؟
لا أعتقد بأن لحفتر مجال في إمكانية السيطرة على ليبيا، لا عسكريا ولا سياسيا ولا إمكانية وجوده. فهو أولا من الناحية العمرية قد تجاوزه العمر الافتراضي، فهو عجوز خرف من زاوية أعلى، وعلى أن هناك جرائر وجرائم تطارده محليا ودوليا، من جرائم تشاد في وادي الدوم في الثمانينات، مرورا بجرائم بنغازي ودرنا وتخوم طرابلس ومقابر جماعية ترهونة، والقصف الذي طال الكلية العسكرية، ومشاركته في استجلاب المرتزقة وعصابات الفاغنر التي مجها ويمجها العالم أجمع. إمكانية أيضا القول بأن هناك جرائم كبيرة وفظاعات وقعت في مدينة بنغازي ودرنا وغيرها من المناطق التي سيطر عنها. أيضا مضي الليبيين قدما في أنه لا يمكن إعادة إنتاج النظام الدكتاتوري السابق، وسعيهم إلى أن يكون هناك نظام ديمقراطي سلس واضح المعالم. حفتر أيضا من الناحية العمرية كم تجاوزه الزمن، فهو كبير وكبير جدا. الليبيون يسعون إلى أن يكون هناك إقرار للبيانات التي أدلى بها العالم، والتي أوضح فيها بما لا يدعو مجالا للشك بأنه داعم لليبيا وليس للديكتاتوريين. إذن نحن نتكلم على واقع عملي، أن ليبيا مقبلة غير مدبرة، وأن حفتر حتى وإن أزبد أو أرعد أو حاول قدر الإمكان أرسال جزء من الجحافل شبه الميتة إلى الجنوب من أجل ماذا؟ من أجل فقط رسم ملامح لبعض الدول أو مصالح لها، أو لذلك ليبيا ستنتصر ويتوقع الليبيون أن تنتهي حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية. أشكرك جزيل الشكر الكاتب السياسي محمود إسماعيل، كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلس. مساءك سعيد.